وده كان شيء مهم جدا جدا جدا. القبلة من كابتن محمود الخطيب على أم الراحل الكابتن محمد عبد الوهاب. إيه أكتر من كده تكريم؟ بعد بكلم بصراحة، أكلم شوية بالعامي، يعني بعد الراجل ما توفى واللعيب ده النادي الأهلي ما بينساش ومش هينسى، ومش هينسى لعيب عنده زي ما احنا شايفين كابتن محمد رحمة الله عليه. بس الأم موجودة قالت في حديث في قناة النادي الأهلي، قالت إن كل اللعيبة بيسألوا عليا وبيكلموني أهو زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة، كابتن حسام غالي كابتن النادي الأهلي موجود وبيسقف، وكل الناس وقفت لها يعني احتراما وإجلالا ليها، لأن هي قاعدة في وسط عيلة النادي الأهلي. صدقوني الكلام ده مهم جدا عشان الأجيال اللي جاية بعد كده تتوارث هذا، تتوارث هذا الموروث الجميل في تاريخ النادي الأهلي. النادي الأهلي هيظل هو القيمة والمبادئ داخل الرياضة المصرية، دي حقيقة. مهم جدا جدا ان احنا نعلم ولادنا اللي هم كانوا متواجدين في الصفوف الخلفية وشافوا أبطالنا ان هم بيتكرموا، تكمل التكريم كمان بنجمتنا الكبيرة الدكتورة جيانا فاروق اللي رفعت علم مصر في المحفل الأولمبي، في المحفل الأولمبي في طوكيو، عملت برونزية، عملت برونزية الكاراتيه دكتورة جيانا فاروق. أهم لقطة في اللقطة دي وكنت أنا سعيد جدا بيها هي اللقطة اللي قدامنا، إن أول تيشيرت يطلع في النادي الأهلي العشر نجوم تاخده بطلتنا الكبيرة جيانا فاروق. حقها، تعبت وأنجزت لمصر أولا والنادي الأهلي ثانيا. كان شيء مهم جدا إن البطلة تكون موجودة في احتفالية كبيرة جدا داخل النادي الأهلي. فعلا لازم نقول لهم كلكم قدوة لكل ولادنا، دكتور جيانا فاروق قدوة كبيرة داخل النادي الأهلي، وجودها وتكريمها داخل النجمة العشرة ده تكريم لكل رياضيين النادي الأهلي في الألعاب الأخرى، لأن هي بتمثل الألعاب الأخرى. بيقول لها ألف مليون مبروك، وهيفضل اسم دكتورة جيانا فاروق في التاريخ في النادي الأهلي ومصر في الكاراتين، هي حصلت على ميدالية برونزية. طب كرمنا كابتن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكرمنا دكتورة جيانا فاروق نجمنا الكبير المصاب، ويا رب كلنا بندعي له إن يقوم بألف سلامة. كابتن مؤمن زكريا اللي احنا كلنا كل يوم بنفتكره في الماتشات اللي لعبها مع النادي الأهلي، في الإجوان اللي حرزها مع النادي الأهلي، هي دي الرسالة مهمة جدا إن يكون يتكرم يوم تكريم واعتقد النادي الأهلي في بطولة أفريقيا. كابتن مؤمن زكريا حاضر في تسليم الدرع العام للنادي الأهلي، كان الكابتن مؤمن زكريا حاضر، ويا رب يرجع تاني في وسطينا ويجري في ملعب التتش مرة أخرى، أكيد كلنا بنتمنى ده عشان نشوفه. هو دي الرسالة المهمة اللي لازم أقول عليها، رسالة النادي الأهلي في تكريم كل من تفانى في خدمة النادي، وكل من أعطى للنادي الأهلي، وكل من شارك بإنجاز ولو بإنجاز صغير جدا، النادي الأهلي بيفتكره وبيكرمه في حفلات التكريم الموجودة. هي دي أسرة النادي الأهلي في مصر، هي دي الرياضة داخل النادي الأهلي، الملحمة اللي احنا شايفينها قدامنا من كرة قدم لتكريم لاعب كرة قدم لتكريم جيانا فاروق في الألعاب الأخرى، هو ده الشيء المهم. الكل فرحان، الكل سعيد بالإنجاز. وتاني هأكد وأقول على اختلاف الآراء كل الناس متواجدة، هو ده قيمة وعظمة النادي الأهلي. صدقوني الإنجاز ده لا يحسب للمجلس النهاردة ولا المجلس اللي قبل كده، بيحسب على مدار التاريخ، إن من 1907 كل مسؤول بيسلم مسؤول، وكل مجلس إدارة بيسلم مجلس إدارة، والكرسي مش هو الأهم، الأهم إن يفضل النادي الأهلي فوق، ويفضل النادي الأهلي هو مصدر السعادة في جمهورية مصر العربية لجماهير النادي الأهلي الكبيرة. صدقوني تفضيل المصلحة العامة في النادي الأهلي هو الأهم، وده اللي ساعدني وده اللي بسطني ان انا شفت كل الشخصيات من ولاد صغيره لكل نجومنا الكبار في كره القدم وما بينهما، وكمان نجوم كره القدم المتواجدين، وكمان اعضاء مجلس الاداره. صدقوني هنحكي التاريخ هيحكي عن اللحظه دي كتير جدا.